نازعين للخير حاز القبيلة والأصالة. مواقفك حازت التقدير في المرحلة وبصمتك قد ختمناها بختم الوكالة. خيرك للأمراض والمحتاج والأرملة ويتام كل أن يقول يا رب زيد حلالة. قصيدة مهداة للأستاذ عمرو فرحان أحمد عايد بعنوان شكر وتقدير له بما يبذله من جهود خيرية، وهي مهداة من الأخ أبو صالح حسين أحمد محمد أبو شمس والأخ عمار محمد علي الفقيه والأستاذ المبدع بسام أحمد ناجي. يلحنها فايز أبو شمس عزفها أبو خليل عبد الفرحان ويقحها الزيادة الفرحان مع تحيات تسجيلات الفايز. من بعد ما قطع انت المر ولا حنظل ولسيت ساهر وضغط الدم زاد الفعال. شفت ذي حولي أمتالي على خس حالة جلست محتار لا ما دارت البصرة يا رب سهل بما كتوبي ورزق السهالة وسهل الله بعمر الجود بالقافلة ذي مول البيت بالمصروف ود الجعالة. يا عمرو فرحان لك تاريخ عن سجله زعيم للخير حاز القبيلة والأصالة. مواقفك حازت التقدير في المرحلة وبصمتك قد ختمناها بختم الوكالة. خيرك للأمراض والمحتاج والأرملة ويتام كل أن يقول يا رب زيد حلالة. والكل يدعون لك فالفرض والنفل لك أجر يا عمرو عند الله لازم تناله. زعيم للخير هذا والعزم تستاهله زعيم للخير هذا والاسم تستاهله نعمل بربي عقيدة الجود رب عياله نعمل بربي عقيدة الجود رب عياله.
جال الله. والله يجزي بوازن الحبة الخردل ويضاعف الأجر لأهل الخير دي من مثاله واسقى الصلاة عن نبي دي ربنا فضلوا صلاة ربي على المختار طه وآله. تواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216940900 أو 7111550400.